سمير، ما هي الحلقة المفقودة الآن في وضعية المعارضة التي تجعل المعارضة يعني صحيح ثم سجون ثم القيادات الأولى والصفوف الأولى المعارضة كلها في السجون أو متابعة، لكن في العموم دائما ثم حلقة مفقودة؟ ما لا، مش حلقة مفقودة، يعني رأوا المعارضة حتى تمارس دورها في المعارضة لابد من مناخ سياسي يسمح لها بأداء دورها، لا في ظل خنق كل الحريات، في ظل اعتقال كل من يعبر عن رأيه، في كل رموز المعارضة تقريبا بين السجون وبين المنافي. فعن أي معارضة تريد؟ يعني اليوم المعارضة تقريبا أصبحت معارضة، رجعنا للمعارضة السرية، معناها لا تقدر على تنظيم اجتماعات عامة، ليس لها مقرات. اليوم أغلب الأحزاب، أعطيني حزب عنده مقرات مفتوحة وقاعد ينشط بشكل عادي. اليوم كل مناخات الحرية معناها مفقودة، ولذلك المعارضة لا تستطيع أن تؤدي دورها بالشكل المطلوب، وهذا ما يريده الانقلاب. وليس من دورها الاستحواذ إذا كانت الظروف، يريد السطو. لحظة يا سي حسين، الانقلاب يريد السطو على كل الفضاءات العامة ومنع المعارضين من الوصول إلى الشارع ومن يحرمهم حتى من وسائل الإعلام. اليوم راه معناها فضيحة، اليوم وسائل الإعلام، اليوم كل المنابر السياسية وقع إلغائها في كل مختلف الإذاعات والقنوات التلفزية. أين نحن من العشرية السابقة اللي كل يوم تلقى معناها منابر إعلامية توانسة ولا يسهروا ما عادش على المسلسلات العشرية السابقة، ولا يسهروا على الحوارات السياسية، على البرامج السياسية، ولات في ثقافة التونسي أن يتابع البرامج السياسية ويتابع النقاشات ويشارك في الرأي العام وكذا. اليوم كل شيء مغلق، لا ثم إعلام، لا ثم معناها منابر سياسية تعددية تعكس التنوع السياسي اللي موجود في البلاد. المعارضة ما تقريبا جبهة الخلاص مقرها ما أغلق. نعم. حركة النهضة مقراتها الكل في جميع أنحاء البلاد مغلقة. يعني على أنا معارضة تحبها تنشط ولا تحبها تعبر على رأيها ولا توصل. وهل تنتظر من سلطة أستاذ سمير؟ هل تنتظر من سلطة أغلقت البرلمان؟ أنها تقوم بوجهها. نعم، هل تنتظر من سلطة أغلقت البرلمان وأغلقت المجلس الأعلى للقضاء وعوضته بمجلس مؤقت، ورغم ذلك نفس المجلس الأعلى المؤقت المنصب نفسه غير مفعل وربما فاقد حتى لنصابه، في ظل ظروف كهذه أليس الموكول أو المفروض من المعارضة أن تصنع واقع سياسي آخر بزيد الضغط عوض أن تنحصر في جلب المظلومية هذه؟ دورها طبعا أن طبعا 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 أولا المعارضة استنزفت، كل جهودها اليوم تحول ما عادش معناها لطرح بديل للانقلاب أو طرح تصورات للمستقبل. اليوم المعارضة تقريبا استنزفتها معناها المعارك الحقوقية والدفاع على المساجين السياسيين وال الإضرابات اللي قاعدة تصير للمطالبة بالحقوق الدنيا معناها. نعم. المساجين السياسيين الكل راه يأثر على الأداء متاع المعارضة، وهذا طبعا مخطط له من طرف سلطة الانقلاب اللي ما تحبش ثم نقاش سياسي مفتوح في البلاد، تحب تستنزف المعارضة، تخلي جهودها الكل ما تمشيش في المعركة الحقيقية اللي هي معركة التحرر، معركة الحرية، معركة الديمقراطية، معركة التنمية. وهذا كل طبعا بالإضافة معناها إلى اعتقال قياداتها أو تهجيرها في الخارج معناها بأساليب متنوعة، وهذا بالطبع يأثر على الأداء بتاع المعارضة. ولذلك اليوم المعارضة اليوم تعاني في وضع استثنائي. نجم نقول أنه ذكرنا بالمناخات اللي كانت سيدة قبل الثورة، وفي ظل هالمناخات الاستثنائية نعتقد أنه المعارضة يلزمها وسائل استثنائية أيضا في التعاطي مع هذا الوضع من أجل تجاوز كل العراقيل التي وضعت في طريقها لمنعها من ممارسة دورها في المعارضة في البلاد.